سخر البرازيلي روبرتو كارلوس نجم ريال مدريد السابق من المواجهة المرتقبة بين المارينجي وليفربول في ربع نهائي دوري أبطال أوروبا. في بداية الفيديو لا تنسوا الاشتراك بالقناة والضغط على زر الجرس ليصلكم كل جديد. مرحبا بكم من جديد على قناة أخبار توب. وواجه ريال مدريد ليفربول في نهائي دوري أبطال أوروبا عام 2018، وحقق ريال مدريد الانتصار بنتيجة 3-1 في العاصمة الأوكرانية كييف، وهي المباراة التي شهدت الإصابة الشهيرة لمحمد صلاح نجم الريدز بعد تدخل سيرجيو راموس العنيف ضده. وقال كارلوس مازحا خلال تصريحات نقلتها صحيفة ماركا الأسبانية قائلا: صلاح لن يقترب من راموس وسيكون حدثا سيتم الحديث عنه كثيرا. وأضاف أيضا قائلا: سنلعب ضد فريق جيد والمباراة الأولى على أرضنا، وريال مدريد يمر بلحظات رائعة ويجب حسم المباراة في ملعبنا. وتابع قائلا أيضا: الشيء المهم أن يكون لدى زيدان فريق جاهز ويعود المصابون في أسرع وقت، ومن السهل عليه أن يكون مدربا هنا لأنه يمتلك الأفضل تحت تصرفه. وأكمل قائلا: إذا لم تسري المباراة بشكل جيد فهناك 8 لاعبين على أعلى مستوى ينتظرون اللعب، ويجب أن تقلق من مواجهة ليفربول، لكن عليهم القلق أكثر منا. وفي النهاية إذا عجبكم الفيديو لا تنسوا اللايك والشير.